السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في حلقه جديده من حلول وديكور. حلقه اليوم غتكون متميزه، غنديروا واحد الجوله في محل باش نشوفوا الجديد ديال الجليج والانواع ديالو. غادي نفسر لكم شويه الفرق بيناتهم، كذلك غنشوفوا كيفاش كيتستعملوا في الحمامات. خليكم معايا حتى الاخر باش تشوفوا الجوله، باش هكا نتعرفوا على شنو كاين في الجديد في الجليج ولا السيراميك. نبداو الجوله ديالنا بهذا الحمام كيف ما شفتيو، هكا افيما تيجي زوين، بيض الحمام كله، جليج فيه متر وعشرين على ستين، وبغيون تيجي مزيان هذا كومباكتو. هنا غادي نشوفو هاد البانوات جداد اللي ولاو، اللي كنسميهم حنا اكس اكس ال، كيكون العبار ديالهم 3 متر وعشرين على متر وستين. تيجي زوين، شويه الثمن غالي ولكن ما كيجيوش الجوانات، كيجي هكا في بانوات ديكوراتيف. دونك هنا كيف ما شفتيو الالوان مفتوحه ديالو، افي ديالو بحال رخام، تيجي زوين مزيان في الحمام وكيعطي واحد المنظر زوين. هنا كيف ما شفتيو استعملوه هكا في واحد جوج بانويات وداروا هكا الليد من موراه، الناس اللي ما قدروش على التكلفه فيقدروا يديروه هكا ديكوراتيف. هنا غادي ندوزو لهاد الحمام، تشوفوا عاوتاني كيفاش لو موب محطوط هكا بيض، والحمام كله كيجي هكا بجليج متر وعشرين على ستين واقف ماشي ناعس، من الاحسن استعملوه واقف. هذا واحد جليج ستين على ستين بحال الموزايك، هو ماشي موزايك ولكن ستين على ستين، وكيعطي واحد المنظر زوين هكا دوغي. هنا استعملوه هكا، كيمكن اللي يتقطع ويتخدم هكا غير باندات، كيجي هو المنظر ديالو زوين للناس اللي كيبغيو الحمامات هكا شويه مغلوقين. انا شخصيا تعجبوني الحمامات مغلوقين. هنا كيف ما شفتيو افي سيمون، هذا جليج 60 على 30، انا نقربو لكم. دونك مات كيصلح مزيان للدوش، كنقدروا نستعملوه في الحيط كذلك في الارض. دونك الالوان ديالو حنا غنشوفوهم دابا، فيه البيج فيه الكري. حنا غندوزو دابا البانوات. دونك هنا افي تحجر، دونك كيف ما شفتيه حرش، هذا هو هذاك اللي كيكون دون لا ماس كومباكتو، حرش كيصلح للحيط وكذلك للارض. دونك فيه كاع الالوان، فيه البيج فيه الكري فيه داك المارون مفتوح كيف ما كتشوفوا. هنا افي بحال السيما، حتى هو كيجي زوين كيتحط في الارض في نمط ديكور هكا عصري، كذلك في الحمامات كيجي زوين، فيه الالوان ديالو كاملين نقدروا نخلطوهم هكا في البانويات. هذا كذلك كيتستعمل في الارض كذلك في الحيط. هادو غلاط شويه كيتستعملوا، هذا اللي شفتيو بحال افي ديال الفوليبيليس ديال الرخام، حتى هو كيجي زوين. هادو كيف ما كنعرفوا ديك السيراميك، دونك فيهم 20 على 20 بحال هادوك البلديين ديالنا، حتى هما زوينين مطبوعين، كيجيو زوينين في الحمام ولا في الكوزينه، كيعطيونا واحد النمط هكا الا بغينا نديروا واحد النمط هكا تقليدي ولا هكا ديال الفيرما ولا الدار هكا تقليديه. هذا كيف ما شفتيو فيه متر وعشرين على ستين، حتى هو كيجي زوين في الحمام، بغيون افي ماربر كيجي زوين بزاف. هادو هما لي بلاك ديال متر وعشرين على ستين، عندنا بزاف ديال الالوان. هنا كيف ما شفتيو في الارض تستعمل هكا في الكري مفتوح، وفي الحيط في الكري مغلوق كيجي زوين. الناس اللي ما كيبغيوش الحمام مغلوق بزاف يمكن لهم يخلطوا. هنا غنشوفو واحد لافخيز كنستعملوها ولا كنا كنستعملوها بزاف، ديال واحد لي فايونس هما هادو. دونك هما لاباط دجاج، كيكونوا اما بالجاج اما بالسيراميك والجاج، اما هكا برخام طريفة درخام. دونك هادو بلايك 33 على 33، كيتقطعوا يمكننا نخدموهم كيف ما شفتيو غير ثلاثه صفوفه ولا صف هكا طويل 33 هابط طالع حتى الفوق. فيهم الاشكال والانواع كيف ما شفتيو، فيهم رخام فيهم هكا بحال الميتال، كنخلطوه مع جليج. هنا كيف ما شفتيو كذلك غادي نشوفوا دي بانو اون 3 دي، هما مات كيجيو زوينين بزاف الا بغينا نديرو واحد البانو ديكوراتيف في الحمام، كنخلطوه مع الاوني وكيف ما شفتيو اما نخدموه هكا افقي ولا عمودي. هذا بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الدوغي، فهاد لي في ديال الرخام اللي ولينا كنسمعوه الكلاكاطا، كنديرو معاه هكا باكيطات ديال الدوغي، وكنستعملو كذلك الطواليت ولي زاكسيسوار ولاو دوغي. هذا زوين بحال الافي بابي بان، دونك اللي بغى يدير هكا ان افي بابي بان يديرو غير في حيط واحد هكا باش ما يجيش مشارجي. الحمامات كيف ما كتشوفو مغلوقين كيجي زوينين، ولكن كيبقى هذا بيان سور الاختيار ديال كل واحد. اللي كيبغي المفتوح فراه حنا شفنا الشكل هكا ديال البيض. دونك هادو تا هما بلايك ديال 60 على 25، تا هما مات تا هما كومباكتو دون لا ماس كيف ما شفتيو. هذا فيه 3 دي وهذا اوني، انا كنقربو لكم باش تشوف. كنستعملو تا هو كيجي زوين في الحمامات، ولكن هي ما نكثروش منه، اما نديرو فيه بانو ولا هكا نخدمو واحد الباندا فيه تا هو اللي الاوني، ولا فيه هادوك الباندات وكذلك 3 دي. هادو كيصلحو لابيسين 30 على 30 لانه غلاط، وكيصلحو زوينين في الجناب ديال لابيسين باش كنصوبو داك الكونتور ديال لابيسين ديالنا.
الا ما بغيناش حتى حجارت كتكون مزيانه، فيه 60 على 30 حتى هو. هذا افي باركي، دونك الباركي فيه متر 20 على 25. كاين بزاف ديال العبارات ولكن حتى هو فيه كاليتي بزاف، هذه كاليتي زوينه كتبان بحال لا ديال بصح. هنا غنشوفوا كيفاش استعملوا هذا الافي باركي. مثلا هنا في واحد لاكابين ديال لادوش، دونك استعملوه في الارض وفي الحيوطه بجوج. يمكننا نستعملوه في الحيوطه كاملين ديال لادوش ولا غير بحال هكا في الارض وفاس وحده. كيجي زوين هذا الافي باركي مع الكري مفتوح ولا الكري مغلوق، كيجي الحمام زوين. هادو البانويات حتى هما 60 على 25 ولا 60 على 30، حتى هما افي هكا بحال رخام ولا تحجار. الثمن ديالهم حتى هما قل، كيكونوا ساويين بين 150 160 درهم. وهذا هو اللي كنعرفوا حنا جليج ديالنا ديال البلاد لاباطروج، كيكون هكا امبريمي بزواوق، فيه لي زيفي، فيه البريون، فيه المات كيف ما كتشوفوا هنا لاباطروج. دونك هنا غير مطبوع، هذا حتى هو ديال البلاد، كيكونوا مطبوعين، كيكون رخيص جليج، كنستعملوه في الحمامات ولا كذلك في الكوزينه. هانتوما كيف ما كتشوفوا هذه هي لاباطروج، دونك داك الطين الاحمر اللي كيكون باللور، كتكون غير الزواقه مطبوعه من فوق منه. هادو جليج كيكون شويه رخيص. ونخليكم هكا مع هاد الجوله الاخرى، نتمنى ان تكون فاتكم وهكا عطيتكم واحد الافكار باش تصوبوا الحمام ديالكم. شكرا على التتبع ديالكم، والى حلقه جديده في جوله جديده ان شاء الله. غنشوفوا السانيتير وكذلك لي روبيني اللي كاينين ودارجين على الموضه.